أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي دخول شاحناته المحملة بالمساعدات الإنسانية لقطاع غزة. أكد المتطوعون بالتحالف الوطني أن مناشداتهم المكللة بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي ساهمت في دخول المساعدات لإغاثة أهالي غزة. هذه أول سيارة مساعدة تدخل إلى قطاع غزة، سيارة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قاطرة العمل الخيري في مصر التي امتدت لقطاع غزة. 34 كيانا تنمويا أطلقت في حشد جرار قبل أيام 106 قاطرات محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية تتضمن 1000 طن من المواد الغذائية واللحوم و40 ألف بطانية و80 خيمة بجانب ما يزيد عن 46 ألف قطعة ملابس وأكثر من 290 ألف علبة من الأدوية والمستلزمات الطبية، وذلك لدعم الأشقاء الفلسطينيين. يوم فارق في حياتنا هو يعني سعادة غير عادية بنشعر بها، لأن هو ده اللي احنا مستنيينه. وبإذن الله باقي العربيات بإذن الله هتدخل. شعور وإحساس الحياة لما دخلت هنا فرحة لا توصف، لا توصف بأي إحساس حرفيا. وعاشت مصر، عاشت مصر، عاشت مصر. ولم يكن دخول هذه المساعدات لقطاع غزة سهلا، فاحتشد شباب التحالف أمام معبر رفح عبروا عن غضبهم من القصف الإسرائيلي للقطاع وإغلاق المعبر من الجانب الفلسطيني، حتى نجحت القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي في إدخال المساعدات. كلهم عزيمة وإصرار وحماس ومدافعين عن القضية اللي موجودين، ولا كلل ولا ملل من أول يوم لغاية النهاردة، والحمد لله رب العالمين، ربنا كلل مجهودنا بنجاح. النهارده يوم عيد وبنشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي هو توج النصر بتاعنا النهارده في العيد بتاعنا، الاحتفال بدخول المساعدات الغذائيه لاخواتنا واشقائنا في فلسطين وفي غزه والادويه، ودي حاجه جميله جدا احنا مستنيينها من اسبوع. ويواصل التحالف دوره ومجهوداته للمزيد من ادخال الشاحنات لاهالي غزه. مسافه السكه لفلسطين، الشعار الذي اطلقه التحالف لم يكن مجرد شعار، بل هو ضمير أمة وإدراك شعب.